رجعنا من جديد، وصلنا لآخر شيء، آخر جزء من الفصل الثالث، فيزياء، اللي هو طرائق ربط المقاومة والتيار الهوائية. أتمنى افتهمتوا الأجزاء السابقة اللي شرحت فيها الفصل الأول، اللي العفو الفصل الثالث من بدايته. بعدين شرحت عن أوم، شنو قانون أوم، صارت بجزئين، وكذلك صار عندي الأولى اللي هي ما عدا المجال الكهربائي شرحته بواحد، همينا فيديوين، وصارت عندي أوم فيديوين، وهسه هذا اللي هو آخر جزء راح يكون فيديو واحد وبس، طرائق ربط المقاومات الكهربائية. إن شاء الله افتهمتوا من اللي قبله وراح يعجبكم هسه هذا، وهسه راح تفهمون بعد أكثر إن شاء الله. زين، عندي ربط المقاومات على التوالي Series Connection. زين، عندي لما نحكي على طرائق ربط المقاومات الكهربائية فأنا عندي طريقتين، الطريقة الأولى هي على التوالي والطريقة الثانية على التوازي. شنو قصدي على التوالي؟ شنو قصدي على التوازي؟ لما نحكي التوالي التوازي التوالي التوازي، قال أحكي لكم فكرة عامة على مود تفهمون، وبعدين أحكي لكم بشكل بالكتاب شنو موجود. لما نحكي ربط على التوالي، افترض أنت بعقلك أنت هسه مغمض، مغمض أنت قاعد تسمع الفيديو، وتخيل، تخيل داخل عقلك أنت تعرف الشمعة، تخيل داخل عقلك أكو شمعات هواية، مو شمعة واحدة، شمعات، 5 شمعات موجودة مصفطة قدامك، وقالوا لك اربطها على التوالي. شلون راح تربطها على التوالي؟ تخيل داخل دماغك أنه كل شمعة راح تربط، تسوي لها مثل الخيط بيناتهم، هذا الخيط هو الواير، وكل شمعة كل 5 مربطات بنفس الواير، يعني ماكو واير مفصول عن واير، لا، هن كلها راح تكون مربوطات على شكل واحد ومربوطات على واير واحد. زين، افترض انه لو صار بهاي الشمعة احترقت، انت وهسه مغمض احترقت انت وداخل دماغك احرق شمعة من الشمعات اللي هو من هذين الخمسة اللي بكيفك انت، لما راح تحرق، يعني تخيل انت قبل كانت كليه، او انت قبل كانت كليه مشتغلات، زين، كليه شغلات، كان اصفر قاعد تتخيلها وكان ابيض قاعد تتخيلها، وواحد من عندهم احترق، لما احترق واحد من عندهم صار بالبقيه الشمعات لازم المفروض كليه تطفيهم، انت ودماغك كليه تطفيهم، هذا يصح له الربط على التوالي. ليش كليه تطفيهم؟ لان يعني كليه مربوطات بشكل شنو واحد، وكليتين اذا واحدة تعرضت الى شيء كليتين تعرضن على شيء. زين، فلذلك مثلا اكو مثلا شو يقول لك؟ يقول لك السيئة تعم والحسنة تخص، فهي التوالي مثل السيئة، السيئة تعم، تعم على الجميع. زين، فلذلك السيئة تخيلها شمعة واحترقت، الشمعة اللي احترقت هي هاي راح تعم على الكل وطفت كليتها. زين، لما نشعل على التوازي، اريدكم هم ترجعون تفكرون وترجعون وشوفون هذين ال5 شمعات موجودات، بس ما راح، ومصفطات، بس ما راح نربطها كليتهن بشكل واير واحد وكليتهن راح تكون بنفس المستوى، لا، راح شو نسوي؟ نحط 2 فوق و2 جوا ووحده بواحد، وهذني انت وداخل عقلك انت وقاعد تفكر، وهذني كلية راح يكون مربوطات يعني منفصلات، يعني وحدة ما لها علاقة بالثانية. زين، هسه انت داخل دماغك طفي لي وحدة من الشمعات، طفي لي وحدة من الشمعات. زين، وتذكر لي انه على التوالي السيئة تعم. زين، اما على التوازي فهي الحسنة تخص، فهنا الربط على التوالي، على التوازي الحسنة، تخيلها انه هي كحسنة وهي حسنة قاعد تخص، ويعني شنو القصد بالتخص؟ يعني معناتها انه الشغلة هاي اللي انت قاعد تسويها هي بس خصوصية لك، وهاي الشمعة هي خاصيتها انه اذا هي راح تنطفي راح تنطفي بحدي، ما راح تعم على البقية. هسه اتوقع يعني قاعد تاخذون نظرة وقاعد تفكرون ببالكم شنو هو معنات الربط على التوالي والربط على التوازي، هذا ك فكرة عامة على ما تتخيلون انتوا ايش قاعد تقرون. زين، يوضح الشكل 31 مقاومان كهربائيان، عرفنا المقاومان واللي رمزنا لها بالرمز R، وعرفنا شنو شكلها، وهنا شنو هاي لما نحكي على هاي
عرفنا شو معنات هاي المقاومة. هل هي واحدة من النوع المقاومات مقاومة متغيرة أم مقاومة ثابتة؟ زين، من خلال الشكل أنت راح تعرفها، من خلال الشكل. زين، مقاومتان أدي كهربائيتان، مقاومان كهربائيان. ما تعرف المقاومة؟ أرجع للحلقة السابقة اللي هي قانون أوم، R1 و R2 مربوطان على التوالي، مع بعضهما يوفر هذا النوع من الربط مسرب بين واحد لانسياب التيار في الدائرة الكهربائية. زين، عندي V1 وعندي V2. V1 يمثل فرق الجهد الكهربائي بين طرفي المقاومة. V1 شنو هو؟ شنو معناه V؟ اللي هو فولتية، والفولتية شو معناتها؟ فرق الجهد الكهربائي. وهذا فرق الجهد الكهربائي اللي هو V1 يمثل الدي بي بين طرفي المقاومة، اللي هو الدي V1 R1 واحد بواحد، خلينا واحد باثنين. زين، ف V1 ل R1 اللي هي تمثلت فرق الجهد الكهربائي بين طرفي المقاومة. زين، اللي هو هذا V1، يعني شوفون. زين، لما نحكي على V2 اللي هو العلاقة بال R2، هسه مثلا قاعد تشوفون هنا عندي مقاومتين اللي هو R1 و R2، وهنا صارت عندي V1 و V2 اللي هو يمثل لي فرق الجهد الكهربائي. مثل ما قاعد تشوفون هاي عندي المقاومة، وهذا فرق الجهد الكهربائي بيناتها مالت ال V2، وهذا فرق الجهد الكهربائي مالت ال V1. زين، إذا ما قاعد تشوفون شو نسوي احنا؟ نسوي لها زوم ان على مود نفهم أكثر. قاعد تشوفون هاي R1 صح؟ وهاي R2 صح؟ لما نحكي على R1 والعفو، لما نحكي على V1 فهو قلنا V1 يمثل لي شنو؟ فرق الجهد الكهربائي بين طرفي المقاومة R1، و V2 بين طرفي المقاومة R2 صح؟ فهاي المقاومة وقاعد تشوفون هذا اللي هو يمثل لي فرق الجهد الكهربائي بين طرفي المقاومة مالت ال R2، قاعد تشوفون؟ زين، زوم اوت شوف عندي اي اللي هو التيار، راح يساوي لنا اي واحد يساوي لنا اي اثنين. اي رقم واحد، هسه راح نشوف شو معنات رقم واحد رقم اثنين. اي يمثل لي شنو؟ التيار المنساب في الدائره الكهربائيه. اي عرفناها، اي شو معناته؟ كهرباء، معناته التيار. فهذا التيار المنساب في الدائره الكهربائيه. في توتال الفرق الجهد الكلي اللي هو صارت عندي V1 ناقص V2. زين، V total شو تساوي لنا؟ V1 ناقص V2. ثم نعوض عن هسه ده يسوي لي مثل معادلة، اللي هي هاي المعادلة طلع لي واحد وطلع لي اثنين. بعدين سوى قال ثم نعوض عن V. زين، نعوض عندي قانون اللي هو V راح يساوي لنا I في R في المعادلة اللي هو رقم اثنين. يعني شنو هو؟ معادلة رقم اثنين هاي صح؟ فهنا أنا راح أعوض آني اللي هو الـ عن في، في توتال راح أعوض هاي واحد في ار عن كلهم. زين، مثلا عن في توتال أنا عوضت واحد في ار، عن في واحد همينة، عن في ثري في تو همينة. مثل ما قاعد تشوفون واحد في R EQ راح يساوي لنا واحد في R1 ناقص واحد في R2. زين، واحد في RQ راح يساوي لنا واحد، طلع لي عامل مشترك اللي هو واحد، وصار عندي R1 ناقص R2. إذا RQ أو equal تمثل المقاومة المكافئة لمجموع المقاومات المتوالية الربط، وباختصار واحد I من طرفي المعادلة نحصل على R اللي هو المقاومة راح يساوي لنا R1 ناقص R2. هنا اختصر اللي هو I من كل المعادلة، فيعني قسمها بين قوسين على R، يعني هيك قال هنا تقسيم شنو I. فلما نقسم على I كلها راحت ال I، ايش ظل عندي؟ ظل عندي RQ و R1 وشنو ناقصا R2 اللي هو سماها بالمعادلة رقم 3. زين، هسه هنا هذا اللي قاعد احكي لك اياه هو شنو؟ هذن القوانين، وجيبوا عوضوا V1 و V2 R،
زين، أنا عندي مقاومة، زين، أنا عندي مقاومة، مقاومة قبل المقاومة أنا عندي تيار، ويا التيار راح يجي فرق جهد، ويا فرق الجهد راح يصير بيناتن المقاومة، زين، اللي هو بيب بيب سميتها أنا. هذني بيناتن هن الثلاثة، هذني أهم شيء، زين. فأنا عندي آي، تخيل تيار ومر، تخيل تيار ومر، أو مي قاعد ينزل من فوق، أنت نزلت مي، أنت نزلت مي عندك مثلا، خلينا نقول زحلقات، زحلقينات اثنين، زين. فنزلت مي من عندهن من فوق، وهو مي مثلا هنا 1 لتر وهنا 1 لتر، أوكي، ونزلت من هنا من 1 لتر ونزل بنفس المستوى، ومن هنا أكيد راح ينزل نفس المستوى، لأن هي نفس الشيء، نفس الزحلقان راح ينزل نفس المستوى، صح ولا لا؟ زين، لما أنت نزلت المي، أو أنت نزلت المي اللي هو هذا المي اللي نزل من 1 لتر من نفس المستوى نفس الارتفاع، هل تتوقع راح يوصل بالزمن نفسه بالوقت نفسه وبالكمية نفسها أم لا؟ طبعا راح ينزل نفسه. فلذلك هنا أنا قاعد أشبه لكم إنه التيار هو نفس الشيء، فهنا هو التيار المار بين R1 و R2 هو نفسه ما تغير، فآي صارت عندي نفسها ما تغيرت، كل شيء ما تغير. التيار المنساب في الدائرة الكهربائية هو نفسه، واضح؟ نفسه، زين. فهذا شنو، هاي سموها رقم واحد، وهاي مهمة في شنو، المعادلات، اللي هو لما نحكي واحد، هاي فارزة صارت كبيرة، اثنين وثلاثة، هذني الثلاث قوانين هن المهمات واللي راح اطبقهن بالمسائل الخاصة بي التوالي فقط. هسه قاعد نحكي احنا على التوالي، فعلى التوالي عندك 3 معادلات، وحدة التيار هو نفسه، شبهت لكم اياه بالزحلقانة، زين. في توتال عندك في، بما ان انا عندي هنا شو مسوي لي في واحد وهنا في اثنين، ليش؟ لان انا عندي ار واحد وار اثنين، صح ولا لا؟ عندي ار واحد وار اثنين، زين. اذا صارت ار ثلاثة عندي، وهنا عندي مثلا ار بعد وحدة صارت ار ثلاثة، صح ولا لا؟ فهنا همين نقول في واحد في اثنين في ثلاثة، صح؟ لان يعني انا عندي فرق الجهد على المقاومه، ايش كذا انا عندي مقاومه فرق جهد وراح يصير عليه، زين. فهنا الفي توتال يعني الفي كليه، لان يعني انت قاعد تجمع عندك ايش قد، هنا قاعد تنقص، هنا انا بنت اسمه قاعد تنقص، اما انت قاعد اقول لكم يعني الفي توتال، يعني انت عندك 3، فانت لازم شو تسوي؟ تقول هاي وهاي وهاي، صح؟ صح؟ فهسه انت ايش قد عندك؟ صار عندك في توتال، او احيانا يسموها بالفي تي، معناته في توتال ايضا يساوي لنا في واحد ناقصا في تو، مثلا انا هسه قلت لكم اكو بعد مثلا صارت في ثري ناقصا في ثري، وهكذا. ايش قد انت عندك مقاومات، زين، واللي هي معادله رقم اثنين. هنا انا قال لك تعويض، انت بما انه تعويض وما تعويض، انا اللي عارفه ما مطلوب، هذا ما مطلوب، يعني هذا المعرفه انه انت عندك في شو يساوي لنا فرق الجهد الكهربائي، شو يساوي لنا؟ شو يساوي لنا؟ التيار في المقاومة، أو إذا تتذكرون R شو يساوي لنا؟ فرق الجهد الكهربائي في I، صح ولا لا؟ صح؟ سوينا ضرب طرفين في وسطين، R في I و V في واحد، فايش طلعت لي؟ طلعت لي V تساوي لنا R في I، أو I في R، على ما تخربطون I في R، نفس القانون ولا مو نفس القانون؟ نفس القانون ولا مو نفس القانون؟ نفس القانون. فأنا قاعد أقول لكم هذا هو مشتق، يعني هو مطلع لكم إياها عن طريق هذا الشيء، هو مسوي لكم إياه هذا، زين. ثم نعوض عن اللي هو V، راح يساوي لنا I في R، عوض لكم إياها في المعادلة رقم 2، زين، عوض لكم إياها هاي
اللي هي في قال في، انا بدل ما اكتب في راح اكتب اي في ار، واعوض عن كل في اي في ار، اي في ار في اي في ار في اي في ار. زين، اخر شيء طلع لك انه هذا عامل مشترك قسمناه على اي، فطلع لي في الاخير معادلة. زين، فصارت كلها شنو؟ على اي وعلى اي، فالاي راحت خلاص. بما انه انا ايش عندي هنا؟ انا عندي شنو؟ بقالي ار، سماها ار اي كيو يساوين. انا ايش كم عندي مقاومة؟ راح احكي لكم على المثال اللي انا قلته، اللي هو ار واحد ناقصا ار تو ناقصا ار ثري، وهكذا الى الاخير. ايش قد انت عندك مقاومات راح تنزلها؟ واضح لهنا؟ اتمنى هذا كتبته زين لهنا. اتوقع هسه احنا افتهمنا، والقانون الثالث هو هذا، واضح؟ زين، نجي شو نسوي هسه احنا؟ نجي ربط المصابيح الكهربائية على التوالي. شلون انا اربطها؟ عندكم ادوات النشاط ثلاث مصابيح صغيرة ومتماثلة، بطارية فولتيتها مناسبة، أسلاك توصيل، مفتاح. قلت لكم هي ثابت، أسلاك وتوصيل، أسلاك يعني الوايرات والبطارية. زين، والمفتاح بس أنت تكتب أسلاك توصيل والبطارية فولتيتها مناسبة. مثلا هنا أنا بهذا النشاط محتاج ثلاث من عندكم ثلاث مصابيح، وسماها بالأي بي سي. الخطوات راح أجي أربطهن، نربط أحد المصابيح الثلاثة على التوالي مع المفتاح والبطارية، نغلق المفتاح ونلاحظ توهج المصباح. زين، انا شبهت لكم اياها شنو؟ الربط على التوالي بشنو؟ بالسيء، صح؟ زين، ربطت هذا النوع البطاريه، غلقت المفتاح، توهج المصباح. هاي رقم واحد، خلص من رقم واحد. نجي بعد رقم اثنين. رقم اثنين شو نسوي؟ هاي خلصنا من هاي الخطوه. رقم اثنين شو نسوي؟ خمو بس هذا. نجي نربط مصباحين من المصابيح الثلاثة على التوالي مع بعضها ومع المفتاح والبطارية. نربط مصباحين، هنا نربط أحد المصابيح الثلاثة على التوالي. هنا أنا أنتي ربطت بس واحد من المصباح، بعدين راح أجي شو أسوي؟ أربط، يعني أول شيء أنا ربطت بس أي، أوكي بس هذا. بعدين أجي صار عندي هذا وهذا، أي وبي. زين، ربطتهم ويا كليتهم على التوالي. بعدين راح نغلق المفتاح، نلاحظ توجه المصباحين، نجد توجههما، توهجهما ايش بيه؟ متساوي توهج كل منهما اقل من توهج المصباح لو ربط لوحده في الدائره. نكرر العمليه وراح يصير عندي اي يو بي بلس سي. اريد اقول لكم على شغله، انتم بالصف واحد اذا صار يعني وقح، مو احيانا يجيكم المدرس يقول انتم اكسل شعبه، انتم اوكح شعبه، صح ولا لا؟ فشبهوه بهذا الشيء، انتم كليتكم طلاب، بس لما صار واحد بهذا الشيء كليتكم شبهوا، كليتكم صرتوا نفس الشيء. وهذا بالنسبه لي انا كنت يعني قبل هوايه احنا ما شاء الله. زين، فنفس الشيء انا قاعد اشبه لكم اياه، انه هذا الربط هو نفس الشيء. زين، نربط طرفي المجموعه المتواليه اللي هو هاي بين القطبين البطاريه. يعني انا صارت عندي اي وبي وسي، هسه راح اربطهم ويا البطاريه، اغلق مفتاح الدائره، الاحظ توهجهما، ولاحظ نفس المقدار، ولاحظ نفس التوهج، نجد المقدار توهج المصباحين، المصابيح الثلاث متساوي، وتوهج كل منهما اقل مما هو عليه في الحالة السابقة. هسه صار عندي، العفو، نجد مقدار توهج المصابيح متساوي. زين، نجد ان مقدار توهج المصابيح الثلاثة شبيهم متساوي، وتوهج كل منهم اقل مما هو عليه في الحالة السابقة. يعني بالحالة السابقة اللي هي رقم اثنين، رقم اثنين مو ربطت بس انا عندي اي وبي، اي كان قوي، بعدين لما ربطت اي وبي صار عندي اثنين، بعدين صارت عندي اي وبي وسي، لما شفت اي وبي وسي زين انا عندي اثنين كليتين صارت عندي تواجه نفس المستوى، بس عندي صارت اقل لما كانت عندي اي وبي، لما كانت عندي اي وبي كانوا قويات، يعني توهجهم كان اكثر توهج، اما صارت عندي اي وبي وسي صار شويه اقل. زين، نستنتج من النشاط تيار الدائره متتاليه الربط يكون متساوي في جميع اجزائها، ويقل مقداره بازدياد عدد المصابيح المربوطه على التوالي بسبب ازدياد مقدار المقاومه الكافئه لمجموعات التوالي. يعني استنتاج من هذا النشاط هو الربط على التوالي يكون متساوي،
يعني انا عندي 15 زين، 15 امبير، وعندي 5 امبيرات، كل واحد راح ياخذ 3، صارت عندي 6 امبيرات، وانا عندي 15 امبير، كل واحد قد راح ياخذ، صارت عندي العفو 15 امبير زين، وصارت عندي خلينا نقول عندي 15 امبير، 5 امبيرات، العفو 10 امبيرات على مود يصير اسهل، 10 امبيرات وخمس مصابيح، كل واحدة راح ياخذ امبيرين زين، صارت عندي ايش قد؟ خمسة، عندي 10 امبيرات و10 مصابيح، كل واحد ايش قد راح ياخذ؟ راح ياخذ امبير، صح ولا لا؟ فهذا هو قصده زين، اللي هو بيقل مقدار بزيادة عدد المصابيح المربوطة على التوالي، ليش؟ راح تزداد مقدار المقاومة مقابل مجموعة التوالي، زين، لما نحكي على التوالي اللي هو parallel connection، parallel معناته توازي، ربط المقاومات على التوازي، شو معنى التوازي؟ مثل هذا الرسم، تخيلوا هذا هو التوازي، لما أنا قلت لكم تخيلوا بدماغكم، تخيلوا مثل هذا الشيء، هو هذا الربط على التوازي، ولما تربط على التوازي، قلت لكم شبهت لكم إياه بشغلة. هو شنو الحسنة تخص، واضح؟ فإذا خرب مثلا واحد خلاص هذا ما له علاقة بهذا، هذا بعده شغال، بعده منور، بعده حسنته موجودة، أما هذا لا فسد. زين، يوضح الشكل 33 أي مقاومتان كهربائيتان مربوطتان على التوازي مع بعضهما، قد يوفر هذا النوع من الربط عدة مسارب لانسياب التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية. لاحظ الشكل هذا عندي، حيث همين راح اجي V1 يمثل فرق الجهد بين طرفي المقاومة R1، V2 يمثل فرق الجهد بين طرفي المقاومة R2. زين، هنا انا عندي صار عندي ال V صار عندي ثابت، وال I صارت عندي I total، قبل كانت عندي V total، هسه صارت عندي لا I total، حيث I total يمثل لي التيار الكلي المنساب في الدائرة الكهربائية، و I1 يمثل لي التيار المنساب في المقاومة R1، و I2 يمثل لي التيار المنساب في المقاومة R2، ويمكن حساب المقاومة المكافئة كما يأتي. زين، نعوض عن لما نحسب أني المقاومة المكافئة، نعوض عن I راح يساوي لنا V على R في المعادلة 2، R Q تمثل المقاومة المكافئة، V على R Q يساوي لنا V على R1 plus V على R2، وهكذا V على R Q راح يساوي لنا V على 1 و1 على R1 plus 1 على R2، باختصار V من طرفين المعادلة نحصل على 1 على R Q يساوي لنا 1 على R1 plus 1 على R2 اللي هو طلعت المعادلة الثالثة. هناك كان عندي 3 همينة، وهنا أنا همينة عندي 3، اللي اختلف هو الشغلة الأولى، الشغلة الأولى اللي هي اختلفت، أنا قبل كانت عندي مقاومة بمقاومة، صح ولا لا؟ مقاومة بمقاومة، قلنا إحنا بما أنه أنا عندي مقاومة معناته عندي V، زين؟ واضح لهنا، عندي مقاومة، عندي V، R1 R2، V1 V2، لهنا انتهينا. اللي اختلف هو شنو؟ قبل بالتوالي كنا نحكي إنه عندي V1 و V2 ينجمع، العفو ينطرحن، هنا ال V equal، ال V شنو مساوية، فعندي V1 هي نفسها V2، فرق الجهد هنا ما راح يتغير، زين يبقى ثابت، أما المقاومة راح تبقى نفسها، هناك كان عندي R equal يساوي لنا شنو R1 ناقص R2، هنا جمع، R equal راح يساوي لنا R1 على R1 plus 1 على R2، زين هنا ليش جمع هناك ليش نقص؟ جمع لأن أنا عندي الربط مو اثنيناتهم مستويات بالربط، مو اثنيناتهم واحد بصف الأخ، قاعد تشوفون هنا الربط زين، مو واحد بصف الأخ، مو مثل هذا الربط واحد بصف الأخ واحد بصف الأخ، فلذلك أنا عندي قلت لكم شبهت لكم عندي 5 مصابيح وعندي 10 أمبيرات توزعت، فلذلك قلنا ناقص، اما هنا لا، هذا فرق الجهد مالته ثابت، الار المقاومه كل وحده وبحد، فلازم انا اجمعها على مود اعرف عندي ايش قد فرق عفوا المقاومه، زين عندي الكليه، لان هاي عندي مفصوله عن هاي، وهاي مفصوله عن هاي، نفس الشيء بالنسبه للتيار، هذا مفصول عن هذا، R1 مفصول عن R2، R1 معزولة ببحث، مثلا ممكن R1 تاخذ 0.37 أمبير، R2 ممكن تاخذ 5 أمبيرات مفصولة، زين؟
فلذلك ما محددة، لذلك أنا لازم يكون عندي I total على مود أحسب التيار. واضح هسه هنا؟ عرفنا هسه أنا عندي V شو معناته؟ شنو فرق الجهد عندي ثابت؟ ليش؟ عندي I total، ليش هسه أنا عندي قاعد أجمع I total؟ عرفنا؟ وبالإضافة عندي هسه ليش أنا قاعد أجمع بالنسبة لل R؟ زين؟ أما واحد ليش يقول لي ليش إجت هنا أنا واحد على R cube واحد على R E cube؟ هنا لأن نتيجة الاشتقاق. واضح؟ واضح؟ فأنت احفظ هذا وبس، ما لك علاقة بالاشتقاق، أنت احفظ بس هذا آخر قانون اللي هو حتى حاط لك إياه بالمربع هذا والمربع هذا بمبي. زين؟ فأنا عندي واحد على R cube سنة واحد على R1 بلس واحد على R2 اللي هو المعادلة الثالثة. تحفظ رقم 3، تحفظ رقم 2، تحفظ رقم 1 أو تحفظين، أنت يا نفس الشيء 1 2 و3. ما يزعلون أخواتنا، ما يزعلون اخوانا. زين، نشاط ربط المصابيح الكهربائية على التوازي. لما انا هسه انا اجي اربط، قاعد تشوفون هسه هذا الربط، هذا واير خاص، قاعد اشوف هذا واير خاص، كل واحد له عنده واير خاص، مو هذا مربوط كليته بنفس الواير، مو مثل شوف هذا كليتهم واير واحد وجاي، لا هذا ربط خاص. زين، نجي ادوات النشاط. بطارية، سلك توصيل، مفتاح ثابتة. عندي بس شنو؟ ثلاث مصابيح اي بي سي. الخطوات، اول شيء اربط احد المصابيح الثلاثة على التوالي، ربطت بس اي مع المفتاح البطارية، نغلق المفتاح، نلاحظ توجه المصباح. نربط مصباحين من المصابيح الثلاثة على التوازي مع بعضهما. هسه كان عندي واحد، هسه سوينا اثنين، وهم نغلق المفتاح ولاحظ توجه المصباح، وراح الاحظ ان توهجهما متساوي. زين، وراح يمات التوازي المصباح في الحالة الأولى. رقم 3، أربط المصابيح الثلاثة، صار عندي A و B و C همين على التوازي، وراح شنو أربطهن؟ أربط كل أربطهن مع البطارية وأغلق المفتاح، راح همين ألاحظ توهج المصباح. نجد أن مقدار توهج المصباح المصابيح هذين الثلاثة بالمرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة كلها نفس المقدار، يعني أنا عندي شنو؟ نجد أن مقدار تواجد المصابيح متساوي ويماثل تواجد مصاب المصباح في الحالة الأولى والثانية والثالثة. نستنتج من النشاط، عندي فرق الجهد عبر الزائد الدائرة المتوازية الربط متوازية الربط يكون متساوي، والتيار الرئيسي في الدائرة يساوي مجموع التيارات المارة في المصابيح المربوطة على التوازي، والذي يزداد مقداره بزيادة عدد المصابيح المربوطة على التوازي، ولأن المقاومة المكافئة في دائرة التوازي تقل بزيادة عدد المصابيح المقاومة المربوطة على التوازي. زين، بس احنا كله بس قاعد نقرأ، فشي أحمر وتوازي وتوازي ويساوي وتوازي ويساوي، صح؟ بالربط التوازي أنا عندي هنا هذا الربط، أنا عندي ثلاث مصابيح، أنا عندي ثلاث مصابيح. ثلاث مصابيح انا ايش قد انا عندي؟ عندي المفروض 6 امبيرات على مود يصير مستويات. 6 امبيرات اخذت كل وحده 2 امبير ب2 امبير ب2 امبير، بس لما نجي على الاي توتال هو 6 امبير فكلهن توزع. زين، بس نلاحظ انه المقدار مالت التوهج هو نفسه، ليش؟ لان انا عندي فرق الجهد ثابت كليتن، عندي فرق الجهد 24 كليتنا 24، فرق الجهد واحد كلها واحد. زين، اللي يتغير هو المقاومة، واللي يتغير هو التوتال، والتوتال إذا عندي أني 6 صارت عندي على كل واحدة تأخذ الاثنين. زين، ففرق الجهد عبر الزائد دائرة متساوية المتوازية الربط يكون متساوي، نجي على فرق الجهد V، يعني في اش بي ثابت. زين، والتيار نجي على التيار اللي هو اي، لما نحكي على اي في الدائرة يساوي مجموع التيارات المارة في المصابيح المربوطة على التوازي والتي يزداد مقداره بزيادة عدد المصابيح المربوطة على التوازي. انا عندي قلنا اي واحد، اي توتال شو يساوي لنا؟ اي واحد بلس اي اثنين
بلس اي 3. هذا اللي 3 عندي، لان انا عندي 3 مصابيح. زين، شو يسوي؟ يساوي مجموع التيارات المارة في المصابيح، لان التيار الرئيسي اني اللي هو اي توتال، قصدي التيار الرئيسي هو اي توتال في الدارة، يساوي مجموع التيارات المارة في المصابيح المربوطة على التوازي، والذي يزداد مقداره بزيادة عدد المصابيح المربوطة على التوازي. هنا يزداد، هنا ايش بي؟ يزداد مقداره. ليش يزداد مقداره؟ لان انا عندي تيار وراح يمر وين؟ اذا صار عندي اي 4 راح يزداد مقدار التيار. هنا اذا كان عندي، لان يعني 3 مصابيح عندي 18 ويا اي 4 راح يصير مثلا 20. ليش ازداد؟ لان انا عندي اول شيء مصباح زاد رقم 1، ثاني شيء هذا المصباح اللي زاد راح يصير عندي تيار اخر مر بي، فمعناته اني راح يزداد عندي التيار. واضح لهنا؟ المقاومة نجي على R اللي هو المقاومة المكافئة R EQ. دائرة التوازي تقل شو وقت؟ بزيادة عدد المصابيح المربوطة على التوازي، يعني علاقة عكسية R علاقة عكسية ويا شنو؟ ويا P معناته parallel أو توازي parallel. اوكي، فهنا هو اللي صار. زين، انا اللي صار، انا عندي لازم اجمع الاي توتال على مود اعرفه كميه التيار المار بكله، المار اللي انا قاعد اعطيه لهذا اللي 3 مصابيح مثلا، فانا لازم اعرف الاي توتال. واضح لي هنا؟ رقم 1. ولازم اعرف الار التوتال ايضا، والار التوتال تكون عكسيه مع، يعني عكسيه مع الربط على التوازي. ليش؟ لان اذا عندي 4 مصابيح فالمقاومه راح تقل. زين لهنا. اما الشغله الثالثه المهمه اللي هي في، في يساوي لنا كل المصابيح V1 V2 V3، واضح؟ بالربط على التوازي. هذا هو كل ما هنالك من ناحية هاي التجربة، أتمنى هسه فهمتوها وصارت عندكم أسهل. هسه عندي مقارنة يقول لي بين ربط المصابيح الكهرباء على التوالي مع ربط على التوازي. أول شيء نجي من مزايا طريقة ربط المصابيح على التوازي على التوالي، وعندي من مزايا، من مزاياها على التوالي على التوازي. نجي على التوالي، لما نحكي على التوالي عند عطب سيئة أو رفع أحد المصابيح، جميع المصابيح الأخرى المربوطة معه على التوالي راح شي يصير عمت على الكل، وسبب ذلك هو طريقة ربط الطوالي الطوالي التوالي، حيث ينساب التيار نفسه من مصباح إلى آخر، أي يوجد مسرب واحد لحركة الشحنات الكهربائية خلال الدائرة الكهربائية. هذا رقم 1. زين، من مزايا ربط المصابيح على التوازي عند عطب تلف اللي هو انا شبهت لكم اياه بالحسنة تخص او رافع احد المصابيح، فان جميع المصابيح الاخرى المربوطة معه على التوازي تبقى متوهجة، مثل هذا المثال قبل شوية، مثل هذا المثال قبل شوية، مثل هسه، مثل هذا المثال بالتوازي، مثل هذا المثال عندي جلوب انكسر احترق. يا شوفون هذا متوهج لما متوهج نور ما شاء الله عليه. ليش؟ لأنه يتوقف انسياب التيار الكهربائي فقط في فرع المصباح الذي شبيه تعطل. زين؟ وسبب ذلك أن جميع المصابيح متصلة مباشرة إلى مصدر الفولتير مجهزة مثل البطارية. جميع المصاريح، المصاريح شبيه اليوم، جميع المصابيح جميعها مربوطات بالبطارية، أي توجد عدة مسارب لحركة الشحنات الكهربائية خلال الدائرة الكهربائية. مو مثل قبل شوية اكو مسرب واحد، واللي هو يوجد مسرب واحد لحركة الشحنات الكهربائية خلال الدائرة الكهربائية، اما هنا لا، هنا اكو عدة مسربات لحركة الشحنات الكهربائية خلال الدائرة الكهربائية.
خليني الفيديو على السريع قبل ما أظل هم يعني أغلط في هذه الكلمات بعدين تفضحوني. لذا فأنا معظم الدوائر الكهربائية تستعمل فيها طريقة ربط الأجهزة الكهربائية على التوازي، وجميع الأجهزة الكهربائية المنزلية تربط بطريقة ربط التوازي. واضح؟ يعني هسه هي الطريقة اللي احنا قاعد نستعملها بالبيت بالدائرة بالشركة أي شيء هي توازي. واضح؟ نيجي على مثال، مثال يشرح لي، يقول لي في الشكل المجاور عندي ثلاث مقاومات، مقاومة أولى، مقاومة ثانية، مقاومة ثالثة، والمقاومة المكافئة مربوطة عبر فرق جهد كهربائي مقدارها. زين بالشكل أنا ما قايل لي ترى هاي طريقة ربط حبيبي توازي، ترى هاي طريقة ربط حبيبي توالي. أنا يقول لك بالحال إيه، بس أنا بس بالأسئلة الوزارية أو بالامتحانات الشهرية ما يجيبوا لي، ما يقول لي الحل. يتضح من الشكل ان الربط على التوازي، او احيانا بالاسئله ما نهايه الفصل اي موجوده بس ما يعطوك اياها هيك بهاي السهوله. زين لما نجي اول شيء لازم تباوع على هذا الشكل، رقم واحد باوع على شنو؟ هذا الشكل. اذا هيك هذا الشكل فمعناته توازي، تقول بي بارالل توازي، هذا رقم واحد. اثنين تباوع على المقاومة، إذا المقاومة هيج فمعناتها ثابتة، إذا المقاومة بيها سهم هيج معناتها متغيرة. وهاي حل وهاي حل على مود ما تخربط. أما هسه اللي هو معطيك إياه هي ثابتة. زين عندي ثلاث مقاومات هتني، وعندي المقاومة المكافئة لها مربوطة عبر فرق جهد كهربائي مقدارها هالقد. بما أنا عندي قايل للمقاومة المكافئة لها مربوطة عبر فرق جهد كهربائي مقدارها هالقد، يعني ال V E Q مربوطة كليتها، وأنا ما يهمني لأن أنا عندي أصلا ال V شبيهة هي كليتها مساويات. هنا العفو R E Q مربوطة، وال R E Q عندي فرق الجهد الكهربائي مالته يساوي ال 18 فولت. يعني مال هذني الثلاثة ال R طلع لي فرق جهد كهربائي هو 18 فولت. انا بالنسبه لل 18 فولت ما يهمني، ليش؟ يعني العفو ال ار اي كيو او كان ار 1 او كان ار 2 يقول لي انا ما يهمني، اللي يهمني توازي، توازي في ايكوال في شبيهه متساويه بكل شيء. زين بال ار 1 وار 2 ار 3 وبال ار اي كيو. واضح؟ زين مقدار المقاومة المكافئة رقم واحد، لما نحكي على مقدار المقاومة المكافئة نطبق ما نجي نشتق، لا نزل القانون اللي هو I على اللي هو هذا، ما كذا كتبه واحد على R E Q يساوي لنا واحد على R plus، لا تنسون plus. زين R 2 و R 3. واضح؟ نجي أنا عندي إيش قد واحد على R 1، ال R1 ايش قد؟ اجي اطبق كل واحدة. زين R1 ايش قد؟ R1 عندي 6، 1 على 6، R2 9، 1 على 9، و R3 1 على 18. هنا انا بما ان انا عندي مقامات مختلفة وجمع او احد المقامات في التحليل، او اذا تعرفها على السريع تقدر. هنا انا عندي صار وقت توحيد المقامات، صارت عندي 18. ونجي 18 ايش كم 6 بيها 3، 3 في 1 3 نزلناها. 18 ايش كم 9 بيها 2، 2 في 1 2، 18 كم 18 بيها 1، 1 في 1 1. نجمع 3 ب 2 5 و1 6، صارت عندي 6 على 18. لما تجي 6 على 18 ايش قد؟ 3. شنو؟ 1 على 3 على مود نسوي لكم خطوة تفهموها، على مود واحد على R E Q شو يساوي لنا؟ يساوي لنا نختصر 6 بها 1 بها 3، صح؟ يعني أنا عندي هسه بدينا نخربط، 1 صار عندي 1 على ايش قد؟ على 3. إذا أنا عندي أريد أطلع R E Q، ما أريد الواحد على R E Q، ال R E Q قد راح أسوي؟ نقلب
القدر راح يطلع لنا 3 أوم. طلعنا شنو؟ طلعنا أول شيء اللي هو مقدار المقاومة الكافية. 2، التيار المنساب بكل مقاومة. أنا ما أريد هسه حاليا التيار المنساب بشنو؟ بالكلي، لا أريد بس بكل مقاومة R1 وR2 وR3. فأنا عندي V، بما أنا عندي I، طب قانون I راح يساوي لنا V على R. زين، I راح يساوي لنا V على R. أنا بتعرفون عندي كان القانون هو هيج R. R شو يساوي لنا؟ V على I، صح؟ إذا أنا أريد هذا هو المجهول، أقدر بس أسوي طرفين في وسطين، صح؟ وأقدر أبدل، فراح إيش يصير عندي؟ راح يصير عندي أنا I شو يساوي لنا؟ V على R، واللي هو هذا، واضح؟ بدلت أنا مكان الـ I بـ R وبس. فـ I عندي 1، V 1 18 و R 1 6، طلعت لي التيار كل واحدة قاعد تاخذ 3. هنا العفو الـ R 1 أخذت 3. زين، أنا طبعا أنا قلت لكم الربط، أنا أعطيتكم مثال بالربط على التوازي. مثلا أنا عندي عندي 10 أمبيرات وعندي 5 مصابيح وكل واحدة أخذت 2، أنا أعطيتكم مثال زين انه هن كل وحده بالساويه في التيار. اكو لا، مثلا عندي 10 امبيرات وعندي 7 امبير و7 مصابيح، تتوقعون هل كل وحده راح تاخذ 1؟ لا، هاي تاخذ 3، هاي تاخذ 2، هاي ممكن تاخذ نص، تعتمد مثلا على حسب الجهاز المستعمل. واضح اللي هنا أنا؟ يعني مو تاخذون بالكلمه انه انا حكيت لكم يعني المثال مالتي كان انه 5 مصابيح و10 امبيرات وسويت لكم اياها كل واحد اخذ 2، معناته تقول لي شلون هنا اخذ هنا 3 2 مثلا 1. اقول لكم التوازي، طريقه التوازي مالته هو طريقه ربط التوازي اللي ميزه انه التيار مختلف على حسب الجهاز المستعمل. زين، اما التوالي اللي هو شو بشبيه يكون التيار هو المساب، ان كان تيار كلي وان كان تيار مثلا على R1 او I1، هذا كليته متساوي 18 عندي 18، واضح؟ او 3 كليته ياخذين 3، واضح لهنا؟ يعني تتقسم على 3، تتقسم مثلا عندي 3 مصابيح وعندي 5 بيارات، الخمسه تتقسم على 3 المصابيح، واضح؟ زين، كل واحده تاخذ شيء، واللي هو يكون ايش قد؟ ايش قد راح يكون؟ يكون 5 بيارات المجموع الكلي. زين، واي 1 ايش قد عندي؟ طلعت 3. نجي همين 18 على 9 2 امبير، طلعنا اي 2. اي 3 ايش قد؟ 1. زين، اي توتال اجمع هذين 3 في 2 ب 1 6 امبير، هذا اي توتال. بس اتوقع مثال حلو وبسيط وسبونج بوب. الدائره القصيره وصلنا، شورت سيركت، عند ربط مصباحين كهربائيين متساويين في مقاومتهما الكهربائية الـ R مساوي على التوالي مع بعضهما. زين، وربط مجموعتهما بين قطبي بطارية، نلاحظ أن توهج المصباح يكون متساوي، وذلك يساوي تساوي مقدار التيار المنساب فيها. عرفنا أن الـ I هو مساوي، أما هنا عندي الـ R، هنا قاعد أقول لكم أنه متساويين في مقاومتهما الكهربائية، ما قال أنه مساويات، لأن أنا عندي بالـ R R شو يساوي لنا؟ R1 ناقصا R2 ناقصا R3 وهكذا، صح؟ فأنا عندي هنا بس هم متساويين، لأن أنا عندي طريقة ربط توالي، وربط مجموعتهما ربطت بين قطبين، عندي مصباحين ربطتهما على التوالي بين قطبي بطارية، لاحظت إنه الاثنينات متوهجة بنفس المقدار، دلالة على إنه شنو؟ مقدار التيار المساوي فيها متساوي. فإذا ربطنا سلك الموصلة غليظا بين طرفي أحد المصباحين، نلاحظ انطفاء هذا المصباح اللي هو مثل هذا. زين، ربطت أنا هنا ربط على التوالي، وأنا ربطت ويا واحد من المصابيح مثلا هذا المصباح، ربطت وياه حطيت له سلك غليظ. زين، سلك غليظ، هذا السلك الغليظ حطيته بين طرفي أحد المصابيح،
زين، نلاحظ انطفاء هذا المصباح. انطفأ. زين ليش هذا انطفأ؟ انطفأ بسبب أن السلك الغليظ ولد دائرة قصيرة للمصباح، فجعل معظم التيار ينساب في السلك الغليظ. يعني التيار، خلي بس نكملها، فجعل معظم التيار ينساب في السلك الغليظ، المقاومة صغيرة جدا، والجزء القليل جدا من التيار ينساب في المصباح، فلا يكفي لتوالي الحجم. لما نجي هنا العمود اللي اشرح لكم اياها، انا عندي قبل شويه شفنا، انا عندي شنو؟ عندي مصباح، مصباحين كان مربوطات على التوالي، واثنيناتهم بخيار وكل شيء تمام، واثنيناتهم مقاومه مالتهم مساويات بهذين المصباحين، والتيار واثنيناتهم متواجدات بنفس الكميه، لان التيار المسافي ايش بيه؟ ايكوال مساوي. هنا انا عندي صار اجي جبت قلت والله خلينا نشوف، انا عندي مصباح وهذا مصباحين وهذا المربوطات على التوالي، راح احط بواحد من المصابيح سلك اللي هو هذا. اجيت بهذا السلك حطيته بين من؟ بين طرفي المصباح، لقيت ان المصباح انطفى، وخرت السلك اشتغل، حطيت السلك انطفى. زين ليش انطفى هذا؟ شنو ايش بيه؟ قاعد يشرق وياه، قاعد يضحك، ليش انطفى؟ انطفى بسبب انه هذا السلك التيار هو مو هيك جاي، مو هيك جاي، هذا مو هيك جاي، هيجي 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 نغير اللون هنا. اثناء هذا الشيء التيار بدل ما يروح بالسلك ويطلع فوق، اخذ شبيه منحدر ثاني وطفر من هنا واجى من هنا وكمل. جاء تلاحظون ايش سوى؟ سوى لوف استدار. زين شاف انه هذا الواير، قال انه عباله انه هذا التيار ما يفتهم، فقال انه عباله انه هذا هو السلك اللي هو لازم يكون شنو، لازم يروح على مود يشتغل. ما عرف انه هذا هو انا الجهاز اللي انا اريده اشغله، لا قال انه هذا هو السلك اللي انا اريده اشغله. زين فاجى من هنا، اجى 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 وقفل هنا، شاف هذا قال ها روح يمنى اليسار، لا لا شوف هذا هو اليمنى صحيح، راح يمنى ومشى. زين وكمل دربه من هنا، واضح لهنا؟ هذا اللي هو صار، شرحت لكم اياها بطريقه يعني على ما تفهموها اكثر. زين فاجى سوى طفى هذا المصباح. فهنا انا عندي اكو طبعا، لما اجينا هنا اكو اثنين صاروا انقسموا، صاروا شقتين، الشقة الكبيرة قالوا ها هو هذا السلك الصحيح واحنا راح نروح من هنا، والشقة الصغيرة قالوا احنا راح نروح من هنا. الشقة اللي هذا الصغير التيار الصغير هذا ما يكفي على مود يوهج هذا المصباح، على مود يشغل هذا المصباح ما يكفي، فلذلك عند المصباح بقى مطفي، واضح؟ زين نجي على المصباح الثاني، المصباح الآخر مربوط في الدائرة نجده متوهجا ويكون توهجه أكبر من الحالة الأولى، يعني أكبر من قبل شوية. لما قبل شوية كانوا مشتغلين كانوا اثنيناتهم مسويين، أما لما انطفى هذا المصباح صار هذا توهجه أكثر، مثل ما قاعد يشوفون هذا، قاعد يشوفون شلون متوهج أكثر. هاي شنو هذا دلالة؟ بسبب ازدياد، وذلك ليش؟ بسبب ازدياد تيار الدائرة الكهربائية في الحالة الثانية نتيجة للنقصان مقاومتها المكافئة اللي هي الدائرة الكهربائية في الحالة الثانية، يعتبر فيها مصباح واحد مربوط مع النضيدة بدل مصباحين مربوطان على التوالي. احنا مو جينا هذا المصباح وهذا الواير وهذا الواير، هنا كل شو اسمه اللي هو النسبة القصيرة ما قاعد تكفي على متوهج المصباح، والنسبة الكبيرة قاعد تروح وين؟ قاعد تروح لهذا المصباح الثاني، فلذلك زاد توهج المصباح، المصباح زاد ضائع، اشتغل اكثر، توهج اكثر. زين فلذلك صار عندي المصباح اشتغل اكثر نتيجة التيار، بدل ما هو كان ياخذ مثلا 2 امبير قام ياخذ 3 امبير، زاد 1 امبير او زاد 1.5 ضعف ونص، يعني بدل ما 2 صار 3.5. فهل تتوقعون المصباح يكون اكثر توهج ام اقل توهج لما يزيد؟ طبعا اكثر توهج، فلذلك هنا صارت عندي الزيادة
بالتيار، زين لما صار زيادة في التيار صارت عندي المصباح توهج أكبر. زين هنا شنو اللي صار؟ صار همينة زاد التيار نقصت شنو المقاومة الآر نقصت، زين لذلك عندي صار عندي توهج أكثر وزاد التيار أكثر. انتباه، تجنب ربط الأميتر. شنو فائدة الأميتر؟ مباشرة مع المصدر من غير وجود حمل في الدائرة. ليش؟ لأن هذا يؤدي إلى تلفه وتلف البطارية معا. يعني أنت عندك أميتر قاعد تريد تقيس، وعندك بس بطارية وأسلاك. لما تجي تريد تقيس هذا الشيء لا تقيسه هو وحده هو والأسلاك، لازم عندك يكون مصباح أو أي شيء أنت تريد تقيسه، غير هذا راح يعطب عندك الأميتر وراح تتلف عندك البطارية. إذا كان المصدر ذو قدرة عالية، بس بحالة إذا كان عالي، وذلك لتعرضها إلى دائرة قصيرة ينتج عنها مرور تيار عالي المقدار. واضح؟ هذا الأميتر جهة أنت قاعد تقيسه، عندي بس أنا بطارية وأسلاك، وجهة أنت قاعد تقيس مثلا البطارية والأسلاك صارت عندي دائرة قصيرة، رجعت للتيار بالبطارية، تلفت البطارية، انفجر عندك الأميتر، وهكذا. سبب انه عندك شنو المصدر او البطاريه شبيه ذات قدره صار عاليه، زين نتيجه تعرضها لدائره قصيره بسبب الاميتر. اتوقع هسه لين انا هذا افتهمته ان شاء الله. زين ربط الخلايا الكهربائيه، شلون اربط الخلايا الكهربائيه؟ العديد من الدوائر الكهربائيه لكي تعمل تحتاج الى اكثر من خليه واحده، لذا تربط الخلايا الكهربائيه مع بعضها أما على التوالي أو على التوازي، أو تربط ربطا مختلطا لتجهيز الدائرة بالتيار المساب لها أو الوقتية المناسبة لها. يعني أنا عندي الربط، عندي أما ربط على التوالي وربط على التوازي، زين، وهاي حالة خاصة إنه يكون اثنينات مدمجات على مود أسوي فولتية على مود أطلع يعني تيار وفولتية مناسبة. أما هسه إحنا بالموضوع لما بالثالث المتوسط نحكي على ربط توالي وربط توازي. في هذا النوع من ربط الخلايا يتم ربط القطب الموجب للخلية الأولى مع القطب السالب للخلية الثانية. شوف، قطب موجب قطب سالب، ويربط القطب الموجب للخلية الثانية هذا القطب الموجب. شوف، قطب موجب ويا قطب سالب، عندي صار عندي قطب موجب للخلية الثانية مع القطب السالب للخلية الثالثة. ما عندي ثالث ثاني او قصده بهاي اللي هو قصده بهاي قطب موجب ويا قطب سالب للخلية الدي، ربط القطب الموجب للخلية الأولى مع القطب السالب للخلية الثانية. هذا القطب الموجب ويا القطب السالب للخلية الثانية. بعدين أنا راح يصير عندي هاي عندي خليتين، خلية أولى وخلية ثانية. الخلية الثانية عندي صار عندي بعدين قلنا القطب الموجب للخلية الثانية راح أربطها هنا الخلية الأولى مو الخلية الثالثة مع القطب السالب المن للخلية الأولى. واضح؟ وهذا لما أنتم تجون ترسمون هذا هو لازم يكون الرسم الصحيح. هيج شلون ترسمه؟ تجي هذا واحد طويل، واحد يعني خط طويل يسوي هاي كبطارية، أنا قاعد أرسم لك هسه. تيجي شو تسوي؟ خط صغير بعدين خط طويل بعدين خط صغير، ولما تيجي تربط هيج. واضح؟ دلالة على انه انا عندي قطب موجب وقطب سالب. علمتكم هسه انا همينه شلون تربطون القطب، هذا مهم مهم، هذا يسوي لكم مشاكل. زين، من مميزات ربط الخلايا الكهربائية على التوالي تجهيز فولتية أكبر. يعني عندي الفولتية شبيهة الفولتية متغير جمع نتيجة لجمع فولتيات الخلايا، فإن القوة الدافعة الكهربائية الكلية هاي EMF total اللي هو قوة الدافعة الكهربائية الكلية تساوي مجموع EMF للخلايا المربوطة على التوالي.
اذا عندي رابط خليتين متماثلتين بالاي ام اف يعني electric motive force،